وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة نهائياً على مشروع القانون المقدم للحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وتفاصيل أكثر معنا على الهاتف دكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عضو الهيئة الاستثمارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. البداية عايز أقول للناس كده ببساطة، يعني القانون وما يخص الضرائب، يعني نعرف بس الأول القانون ونعرف بعد كده التعديل. اتفضل يا فندم. طب خلينا بس نوضح نقطة مهمة قبل ما ندخل للقانون. احنا عايزين بس نأكد على المواطن أو كل المستمعين إن القوانين الضريبية في حد ذاتها ليس لها علاقة بالحسابات المصرفية للعملاء. طيب ليه؟ لأن طبيعة الحال أما بيجي عميل مثلا بيمتثل لأداء الضريبة، إيه اللي بيحصل؟ بيقدم شهادة من المحاسب القانوني وبيبتدي يملأ الإقرار الضريبي وبيسلمه للضرائب، وبالتالي هنا مفيش أي تدخل على الحسابات المصرفية أو الحسابات البنكية زي ما بنقول كده. تمام؟ طيب إمتى بقى هنا يبقى في تدخل على الحسابات البنكية؟ مش من حق أي حد طبقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 إن هو يطلع على أي حسابات إلا بموجب أمر قضائي. Yeah. ممنوع. يعني يا فندم أنا قدمت إقرار ضريبي بقول فيه إن المؤسسة بتاعتي أو أنا كشخص بخسر على مدار السنة، ولكن حسابي في البنك فيه فلوس كتيرة. هل ملوش علاقة. ملوش علاقة. ملوش علاقة. أنت بقى يبقى له علاقة. لما صح الضرائب إن حضرتك فيه تلاعبات وابتدى يبقى فيه على حضرتك دلوقتي حجز أو عليك ضرائب هتدفعها، فبالتالي هي هتحجز عشان تاخد المستحقات الضريبية اللي هي أصل للدولة. وبالتالي هنا بتخش الضرائب ترفع الأمر للنيابة وبيبقى فيه حكم قضائي بالحجز على حضرتك. الحكم ده بيبتدي يروح بعد كده للبنك المركزي عشان تقول له يا بنك يا مركزي في واحد عليه حجز ولو بنيه حسابات احنا عايزين حق الدولة. وبعد كده البنك المركزي يبتدي يرفع للبنك للبنوك بقى ويعمم عليهم عشان لو ليه فعلا حسابات ناخد حق الدولة. انت واخدت بال حضرتك السيكونس اللي انا حكيتها دي كلها؟ يعني بكل الاحوال حتى مصلحه الضرائب لازم هتستاذن النيابه العامه في الاطلاع على الحساب او ما شابه ذلك طبقا لقانون البنك المركزي. لا ده سريه الحسابات دي حاجه اصيله، لا مش من حق اي جهه تطلع عليها الا بامر قضائي او امر من النيابه تحديدا. دكتور احمد، عايز استغل وجود حضرتك وبتكلم عن سريه الحسابات، ويمكن شفنا في الفتره الاخيره بعض الامور اللي كانت بتقابل بعض الناس من قلة ناس تضحك عليهم بيكلموهم وفكرة سرية الحسابات وهذا الموضوع شائك. تعليق حضرتك. تمام. بص يا فندم، عايزين بس نوضح حاجة. احنا في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي اللي بيحصل دلوقتي صحيح. او الديجيتال ترانسفورميشن، اصبح دلوقتي العميل من خلال ضرائب هو من اي ابلكيشن اي بنك يقدر يحول ويستقبل ويعمل كل حاجة. طيب القصة كلها فيها يا فندم إن ليس من الطبيعي إن البنك يبعت لحضرتك رسائل ويبعت رقم غريب يتصل بيك يقول لك إحنا البنك، وبالتالي حضرتك وانس إن هو بيبعت لك رسالة أو بيبعت لحضرتك يعني لينك كده حضرتك تخش عليه هو أوريدي خلاص هاك. صحيح. أنت وانس إن هو دخل على حضرتك بعت له اللينك أو بعت له الأرقام اللي هتجي لك هو أوريدي هاك يور أكونت خلاص هو دخل. فمين السبب اللي اداله الفرصه ان هو يدخل؟ حضرتك مجرد فتحت له اللينك تبعت له الارقام اللي بتجيلك او بتبلغه اي ارقام تخص حساباتك كده حضرتك يعني بالبلد ببساطه كده حطيت رقبتك تحت ايديه. صحيح. طيب فبالتالي انت البنك عايزين ناكد بس على نقطه مهمه جدا جدا جدا، البنك عشان حضرتك يتواصل معاك بيعمل حاجتين. اي تعامل هاتفي حضرتك هتنتهي المكالمه بالتوجه لاقرب فرع، الموضوع منتهي هنا. لازم ترجع لاقرب فرع عشان تكمل او تتمم المعامله بتاعتك. صحيح. طيب اي حاجه تانية بتتم من خلال رقم خدمه العملاء المعتمد من البنك، غير كده مفيش شك. مفيش. لا رسائل ولا حاجه، لو جات لحضرتك رساله بتديك معلومات ما يقولكش رقم زي ما بيحصل الفتره فاتت، انا شخصيا جات لي الرسائل دي تم ايقاف حسابك بشوفها وبضحك، ما هو بعت الرقم على الشكاوى بتاعت البنك المركزي شوفوا حل مع الرقم ده عشان يبتدوا يشوفوا الرقم ده بيتعامل على ايه ويبتدوا ياخدوا الاحتياطات ليه، لان احنا عندنا منظومه اسمها منظومه الامن السيبراني، ما تجيش حضرتك تخترقها وتدي له الارقام اللي فيها او تبلغه اخر اربع او خمس ارقام في الكارت بتاعك وتقول ده انا حسابي اتسرق، طب ما انت اللي اديته الارقام ده. صحيح. ثقافه التعامل مع البنك يمكن نقول برضو الوعي ده مش موجود، واحنا بنلاقي بعض ساعات في ناس بتتعامل مثلا مع الفيز اللي هي الكريدت بتتعامل معاها بشكل
ما بيعرفش كأنه بيشتري الحاجة وبعد كده بيكتشف إن عليه فوائد والموضوع ده، الثقافة دي يمكن، ولكن أنا شايف إن في تغيير برضو في الأمور في الفترة دي يا دكتور، تعليقك. تمام يا فندم. هو طبعا البنك المركزي الفترة اللي فاتت اتحاد البنوك المصرية ابتدى في الفترة اللي فاتت يعمل حملات إعلانية عشان يزود الوعي المصرفي. إلى جانب في نقطة مهمة برضو يعني أنا حابب أكد عليها فيما يخص العمليات الديجيتال. عايزين نقول برضو لأي مواطن لو جات لك أي رسالة، لأن أنت أي عملية سحب بتتم سواء من الكريدت أو من الديبت بتاعك صحيح تحديدا بيجي لك رسالة إنه تم سحب مبلغ كذا. ده حتى لما بتفتح الاكونت بتاعك اللي هو الانترنت البنكي بيجي لك رساله ان حساب الانترنت البنك بتاعك اتفتح تم تسجيل الدخول صحيح. وبالتالي لازم تبقى عينك على رسالة بتاعت الموبايل. لو جات لك رساله ان انت سحبت لا هنا نقص على طول تبلغ زي حضرتك يا رئيس. تمام. فهنا لازم نبلغ وبالتالي اي عمليه بتتم بيبقى من خلال رسائل بتجي لك. طيب لو جات لك رساله خطا لازم تبلغ في نفس اللحظه اللي هتجي لك الرساله لانك ما تضمنش اللي هيحصل بعد كده ايه. صحيح. هو خلاص دخل لان هو اوريدي مربوط. طيب فيما يخص الوعي احنا برضو الاعلانات والحملات الاعلانيه اللي بتتعمل الفتره اللي فاتت دي ابتدى يبقى فيه زياده في الوعي، ابتدت نسبه الشمول المالي تزيد لان احنا كان عندنا نسبه الشمول المالي في 2017 33% دلوقتي بنهايه 6/2022 وصلت ل 60%. فبالتالي مع زياده الوعي والشمول المالي للمواطن المصري هتبتدي تقل العمليات دي لان برضو يعني في لسه نسبه كبيره من الكلام في حوالي 40% لسه ما وصلناش. طب انا بتكلم عن سريه الحسابات وعايز يعني السؤال ده حد قاعد بيتفرج علينا دلوقتي وبيسال السؤال ده في باله، فكره ان علاقتي بالبنك خلاص انقطعت وفي حساباتي في معلومات بتخصني انا، هل بعد انقطاع من البنك هل للبنك من حقه اني يفصح عن حساباتي السريه او اي معلومات بتخصني؟ أمر النيابة موضوع منتهي. لازم بأمر من النيابة مباشر حتى بعد انقطاع علاقتي بالبنك. بعد ما حضرتك انقطعت علاقتك واتقفلت انت حتى بفرض خلينا نقول حضرتك انقطعت علاقتك بالبنك وكان ليك اي نشاط تجاري او معاملات تجاري او حجز، فانا دلوقتي مالكش اصلا علاقه، انت مالكش حسابات لان هو اوريدي اللي بيتم حجز. بالتالي انا لما ببلغ لا انا ماليش الراجل ده مالوش ارصده عندي خلاص. انت عارف دكتور احمد انا بسال السؤال ده ليه؟ الفترة الأخيرة بقت فيه مافيا المعلومات، وأنا للأسف طبعًا مرة كلمت حد وعرض عليا إن يديني ألوف الأرقام بنظير مادي وبيقول لي معلوماتهم بيشتغلوا إيه والتفاصيل، ده بيخليني أسأل هم ليه المعلومات بتتسرب بالطريقة دي وليه شركات البحوث التسويقية انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل مرعب؟ تعليقك يا فندم. طيب هي الفكره كلها في البحوث التسويقيه ان الداتا اصبحت يعني عنصر من العناصر اللي بتساعد اي مؤسسه عشان تبتدي تبيع. صحيح. فانا اللي يهمني بعض البيانات المهمه. فموضوع البيانات ان البنك يطلع بيانات عملاء ده صعب جدا لان تاني بقول لحضرتك ده لازم يبقى امر نيابه، مفيش بنك بيطلع بيانات عملاء نهائيا. هو اللي بيحصل ايه بقى؟ هقول لحضرتك ببساطه، حضرتك لما بتستخدم الكارت بتاعك في اي عمليه شراء مع اي موقع فبالتالي بياناتك بقت موجوده عند الموقع. صحيح. فبالتالي هنا اللي بيقدر يخرج البيانات مين؟ ويبيعها المتجر او السوبر ماركت او صحيح الشركه المالكه للمتجر مش البنك لان البنك ما بيعملش كده لان دي حاجه اسمها سريه بيانات والقانون نفسه بيجرم اللي بيتعامل اللي بيعمل اي بنك يفسح بيانات لان ده اصلا غير جائز لازم يبقى بامر من النيابه يا فندم وبحكم قضائي طبقا للقانون. صحيح. سؤال بقى برضو حد انا مره لقيت حد بيفكر فكره غريبه كده يا دكتور وبيقول يعني انا احط فلوسي في بنك حكومي انا اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش، برضو البنك الخاص ده ممكن في اي وقت تحصل مشكله يقلل فايده يعمل اي حاجه، تعليق حضرتك. كل البنوك يا فندم خاضعه لرقابه. صحيح. البنك المركزي المصري. يعني احنا عندنا في القطاع المصرفي فيه حوالي 37 بنك كلهم حكومي خاص تجاري زراعي شكله او كيانه ايه كلهم خاضعين لتعليمات البنك المركزي. يعني ما ينفعش حضرتك تروح تتعامل اي تعامل غير سليم والبنك المركزي مش هيكون رقيب عليك، لا ده البنك المركزي رقيب على كل البنوك سواء خاص او حكومي او خلاف. خلينا يا دكتور اتكلم عن العقوبه ومن يخالف هذا الكلام. ايوه من العقوبات يا فندم اساسا زي ما قلت لحضرتك القانون بيجرم ان اي بنك وبيمنع الكلام ده، اي بنك بيتعرض لمثل هذا الموقف بيتعرض لعقوبات والعقوبات دي ما بتكون في شكل مادي وغرامات بتخصم من ارباح البنوك ده لا قدر الله حصل بس دوت في الواقع ما بيحصلش. صحيح. صحيح. في الواقع ما بيحصلش. بشكرك جدا دكتور احمد شوقي الخبير المصرفي عضو الهيئه الاستثماريه لمركز مصر للدراسات الاقتصاديه.